مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ معاك دكتور مصطفى سنان، اخصائي الجلديه والتجميل وزراعه الشعر. عايز اتكلم معاكم النهارده على حاجه مهمه بتسال الناس كتير بتسالها، الا وهي الصلع الوراثي عند السيدات. الحاجات دي احنا بنزرعها ولا ما بنزرعهاش اصلا؟ طيب هنيجي لحاجه تانيه، وهي الاول احنا المفروض الاول نتاكد اللي عندنا ده صلع وراثي ولا لا. اغلب السيدات اللي عندها صلع وراثي اللي هو المنتشر في الفروة كلها ما بتحتاجش زراعة. بيجي لنا ناس كتير جدا جدا اللي هو لا خلاص انا عايز ازرع واريح دماغي. الصلع الوراثي عند السيدات بيختلف عن الصلع الوراثي عند الرجال. في حاجات كتير بتتحكم عندنا في الصلع الوراثي، زي مثلا بعض الامراض اللي بتؤدي الى صلع وراثي، زي مثلا عندنا بي سي اوز او اللي هي التكيسات، المواد دي بتؤدي خلل في الهرمونات. لو بناخد حاجات بتلخبط الهرمونات زي حبوب منع الحمل الهرمونات، في حاجات كتير جدا بتؤدي للصلع الوراثي. طبعا لازم نستبعد كل الاسباب دي الاول، وبعد كده نبتدي نتاكد ان احنا عندنا ده صلع وراثي ولا لا، وبعد كده نبتدي نعالج. هاويفر ان في ناس كتير بتيجي تقول لي انا خدت علاج كتير جدا وما استجابش وانا تعبانه بقالي فتره. لازم نتاكد بناخد العلاج ازاي. انا بلاقي ناس كتير جدا بتاخد علاج بس ما بتاخدش العلاج بطريقه صحيحه، فلازم ناخد العلاج بطريقه مظبوطه. لازم نفهم لو احنا صلع وراثي خلاص وتاكدنا ان هو صلع وراثي ان الموضوع ده هيفضل معايا طول حياتي، مش هيتحل بالزراعه لوحدها، لا لازم كمان ان احنا نبتدي ان احنا نمشي على العلاجات. العلاجات بتفضل ماشيه معانا فتره كبيره من حياتنا، ممكن تفضل ماشيه معانا على طول. لازم نفهم المعلومه دي كويس جدا علشان بتفرق في العلاج بتاعنا. كمان يبقى نقدر نقول الحالات دي احنا ما بنعملهاش زراعه شعر. طب امتى نزرع في السيدات؟ لو عندي المنطقه الاماميه رجع ورا او الحالات اللي هي ما جابتش نتيجه من العلاج. ونقدر نزرع على المنطقه اللي عندها كويسه نقدر نزرع. مبسوط ان انا كنت معاكم ونشوفكم في فيديوهات ثانيه.